مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من شاشه تفاعليه لشوف تيفي. كشفت صحيفه الموندو الاسبانيا نقلا عن مسؤولين بالحكومه عن وجود معطيات وتخوفات من دفع الجزائر للمهاجرين غير الشرعيين نحو الحدود مع المغرب بهدف اغراق اسبانيا والانتقام منها بفعل ازمه الحاده بين البلدين مؤخرا. وأشارت الصحيفة أن يعني الخطوة اللي قامت بها الجزائر غادي تدفع إلى تحول المسار الشرقي للهجرة الإفريقية، والذي يعني كتعتبر عادة عبر كيمر عادة عبر مصر وتونس وليبيا نحو دول البحر الأبيض المتوسط وبوابة إفريقيا المغرب، بحيث كتخوف السلطات الإسبانية بشكل جدي من دور محتمل للعصابة الحاكمة في إغراق المغرب بالمهاجرين غير الشرعيين، وزيادة أيضا يعني الضغط على الحدود المغربية في اتجاه إسبانيا. المسؤولين الحكوميين الإسبان اعتمادا على تقرير الصحيفة أشادوا بالسلطات المغربية وتعاملها أيضا مع محاولة المهاجرين غير الشرعيين اقتحام السياج الفاصل بين مدينة مليليا وسبتة المحتلتين وإقليم ناظور مؤخرا، وهي يعني العملية اللي أسفرت عن مأساة حقيقية بعد تسجيل وفيات في صفوف المهاجرين غير الشرعيين وإصابات يعني بالغة في صفوف قوات الأمن بالمغرب. هذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، تبقوا على خير.